الرحمن الرحيم. الآن سنقوم بنقل الصورة من مكان تخزين مؤقت إلى مكان تخزين نهائي. طبعا سنقوم بذلك عن طريق الدالة Move Uploaded File. طبعا سنقوم بنقلها بالشكل التالي من مكان تخزين مؤقت Files Image File temp name مكان التخزين المؤقت إلى مكان التخزين النهائي. طبعا مكان التخزين النهائي سنقوم بإنشاء مجلد جديد هنا New Folder Images مكان التخزين النهائي Images على طبعا حتى يخزن داخل المجلد فاصلة مقطوطة. ومن ثم سأقوم بعمل جملة SQL. طبعا في البداية include connect أو database أو function database.php. الآن جملة SQL بساوي insert into images table. طبعا سنقوم بإضافة بيانات بالترتيب image name فاصلة image extension فاصلة image type image size uploaded طبعا date طبعا upload date فاصلة مقطوعة حتى لا ننسى upload date. الآن values في البداية image name طبعا الفايل name هنا عفوا يجب دمج الفايل name يجب دمج الفايل name مع المجلد single quotation بالشكل التالي اسم الصورة ومن ثم الامتداد extension فاصلة التايب فاصلة سايز فاصلة تاريخ الابلود. طبعا سأقوم إذا تعرف تغير now بالشكل التالي سنقوم بتعريفه طبعا now يساوي date year month day hours minute second. طبعا دل date قمنا بدراستها سابقا في الاف في اول فيديوهات في اول اسبوع او اسبوعين من الفصل. طبعا سيقوم بطباعة السنة والشهر واليوم وايضا الساعات والدقائق والثوان. ومن ثم MySQL او عفوا DB query SQL ومن ثم سينقلني مباشرة إلى صفحة الاندكس. سيقوم بتحويل صفحة الاندكس سأقوم ميتا ايكو ميتا http equivalent يساوي refresh content يساوي 0 url يساوي index.php
بالشكل التالي. سنقوم الآن بالتجريب. ريفرش. طبعا يفضل عمل فاليديشن، رفع الصورة، نتأكد لم يقم بإدراج الصورة أو رفع إدخال الصورة. الإيميجز قام بنقل الصورة. يوجد لدينا مشكلة في جملة الإنسيرت. أعتقد ناو يجب وضعها في سنجل كوتيشن. تأكد من اسم الجدول فقط. كنترول سي. إيميج ستيبل. لا يوجد أي مشكلة. سنقوم بالمحاولة مرة أخرى. نفس الصورة، رفع، تمام. المشكلة كانت في السنجل كوتيشن طبعا. براوز، نلاحظ تاريخ، أيضا سنلاحظ هنا الصورة تم رفعها بشكل صحيح. الآن في صفحة الإندكس، طبعا قمت بتجهيز كما في الأمثلة السابقة. سنلاحظ هنا الصورة، لا نريد اسم الصورة، نريد عرض الصورة نفسها. حتى نعرض الصورة هنا في واحد نحتاج image src بيساوي مصدر images على الشكل التالي. class بيساوي image thumbnail صورة مصغرة. in width بيساوي 125. سنقوم بعمل refresh. نلاحظ الصورة بالشكل التالي. طبعا ممكن أن نقوم بتصغيرها وتكبيرها، مثلا 80 بالشكل التالي. نريد إضافة صورة أخرى، مثلا هذه الصورة، رفع. لاحظ امتداد جي بي اي جي، نوع الصورة، امتداد الصورة، تاريخ رفع الصورة، عفوا هنا ليس التاريخ، هنا الحجم السايز. إذا أردنا التاريخ سنقوم بتغيير 5 فقط بالشكل التالي. أيضا ممكن عرض الصورة أو عرض السايز كمان نريد. في الفيديو التالي إن شاء الله سنقوم بالتعديل على الصورة.